برحب بحضراتكم مره تانية. عندنا كلام كتير اكيد عن مباراه امبارح. الجماهير مبسوطه جدا باداء النادي الاهلي في مباراه امبارح وخصوصا في الشوط الثاني. يمكن الشوط الاول النادي الاهلي كان موجود، حصل اكتر من فرصه او خلق اكتر من فرصه، ولكن الشوط الثاني يمكن كانت الانطلاقه الحقيقيه لما بدانا بجون قفشه، الحقيقه جون عظيم يعني، وده سهل علينا المباراه بعد كده، سهل قدرنا ان احنا نخلق اكتر من فرصه بعد كده، التحركات في الملعب بقت افضل، ويمكن بواليا كمان كان مساهم بتحركاته بشكل كبير قوي في الملعب، قدرنا ان احنا نجيب الجون الثاني طبعا عن طريق كهربا، فينش عظيم ويعني اسيست ولا اعظم من اجاييه اللي كان ظاهر باداء رائع في مباراه امبارح حياة جونيور اجاييه، وطبعا كان الثالثه لوالتر بواليا اللي بنقول قد ايه ده بيديله ثقه كبيره قوي وبيدي ثقه جماهير النادي الاهلي فولتر بواليا من ساعه الهدف ده، واللي اكيد هيفرق معاه ان شاء الله، بنتمنى انه يفرق معاه الفتره اللي جايه. رغم الغيابات الا انه الاهلي كان حاضر، يعني الاهلي بمن حاضر دايما زي ما بنقولها مش كلمه وخلاص. الغيابات ما اثرتش قوي، يمكن احنا بنتكلم على اسامي كبيره غايبه، وبنتكلم على معلول وطاهر ووليد سليمان، صلاح محسن، حسين الشحات، مش عايز انسى حد، ويمكن حمدي فتحي كمان للراحه، ولكن شفنا قد ايه اللعيبه اللي في الملعب بتادي بافضل ما عندها. ويمكن حتى المعلق كان بيتكلم انه ازاي النادي الاهلي كان بيلاعب الدحيل وبايرن ميونخ وبالميراس وبعديهم قادر ان هو يكون 90 دقيقه او 97 دقيقه كمان بالاخص بدنيا بالقوه دي في الملعب. امبارح اطمنا بشكل كبير على محمود وحيد، اللي يعني فعلا عندنا ثلاث لعيبه في الناحيه الشمال، يعني ما فيش ولا اروع من كده، بنتكلم على ايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد، كل ده بيسعد الجماهير، كل ده من مكاسب مباراه امبارح، ولسه ان شاء الله بنتمنى في مباراه سيمبا التنزاني لانها مواجهه مش سهله ابدا. يعني احنا بنتكلم على ان ده الحصان الاسود، يمكن او ناس بتقول ان هو الحصان الاسود في افريقيا او مشوار افريقيا، فبنتمنى ان احنا نشوف اداء افضل كمان من النادي الاهلي ونتيجه زي النتيجه دي. طيب بعد الفرحه دي وبعد الفوز ده بنتكلم في انه دايما لازم، يعني انا كنت مستغربه انه ممكن يكون المكسب ده بتاع النادي الاهلي 3-0 امبارح في بدايه دور المجموعات انه ممكن يعدي كده على بعض الناس، على بعض الاعلاميين اللي بيتربصوا للنادي الاهلي بعد اي فوز، او عايزين انه قطر النادي الاهلي ده يقف بعد اي فوز بيحصل او اي نجاح او انجاز بيحققه النادي الاهلي، فلازم يكون في حاجه بتحصل. ايه اللي بيحصل غير الانتقادات طبعا لموسيماني للعيبه؟ مش طبيعي ابدا ابدا ان اعلامي يطلع يتكلم على لاعب في النادي الاهلي بعد فوز محققه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ويقول له انا هطلع لك دفاترك القديمه علشان حاجه حصلت بينه وبين زميله في الملعب. يعني معلش، ايه اللي يدخل حضرتك في حاجه زي دي؟ ليه اطلع اقول للاعب؟ هل ده تهديد؟ هل ده ابتزاز؟ هل ده اعلام من اصله؟ يعني هو الواحد اشتغل في اكبر المؤسسات الاعلاميه ومتابع اكبر المؤسسات الاعلاميه والاحترافيه اللي بيحصل فيها، مش طبيعي ابدا ان اعلامي يطلع يتكلم على لاعب في النادي الاهلي او في اي نادي الحقيقه بالشكل ده ويقول له انا هطلع لك دفاترك القديمه. طب ما تقول الحقيقه، قول ايه اللي حصل، قول انك طلبت ان اللاعب ده يدخل معاك مداخله تليفونيه في البرنامج بتاعك وهو رفض، فيعني احنا يعني بنعمل ايه على الهوا؟ بنتكلم ازاي على لاعب بالشكل ده؟ انا عايز اعرف رايك.